معنا الآن دكتور أشرف بدر، أكاديمي وباحث في الشؤون الإسرائيلية، ينضم إلينا من الخليل. دكتور، ما أخطر وأهم ما ورد في حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يبدو بأنه يعود لشروطه وخطوط حمراء كان قد تحدث عنها قبل أيام، يعني قبل الدخول في المفاوضات؟ قد يكون أخطر شيء في كلامه هو عدم استعداد إسرائيل للتخلي عن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وهو يعاكس تماما ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن وجود تقدم في المفاوضات في مصر، وخصوصا أن قبل يومين كان هنالك وفد إسرائيلي أمريكي في مصر، وكان هنالك حديث مصري وكذلك في الصحافة الإسرائيلية وهيئة البث الرسمية بأن هنالك تجسير للفجوات، وهنالك اتفاق ما بين مصر واسرائيل على ان تخلي اسرائيل معبر فيلادلفيا ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح. هذا من وجهه نظري اخطر شيء في الموضوع. اما بقيه البنود فهي حماله اوجه، بمعنى انه يعني نتنياهو يستخدم لغه مزدوجه، يحاول ان يرضي الناخبين اليمين بشكل اساسي، ويظهر نفسه وكانه لم يتنازل عن شيء ولا يرضخ لمطالب المقاومه، وانه صلب ويجبر المقاومه على ان تنصاع للشروط وليس العكس. لكني لازلت اقول بان نتنياهو لا زال يناور اعلاميا، بما ان وفود الاسرائيليه ما زالت. ما الذي يجعلك تقول بأنها مجرد مناورة؟ الجميع سواء في الداخل الإسرائيلي وحتى من يتابع ما يحدث يقول بأن كل شيء في يد هذا الرجل، هو من يقرر فيما إذا كان سنتوصل إلى صفقة أم لا، يعني هذا بات واضحا. صحيح، وهو عامل هي معضلة أن يكون كل شيء بيد رجل واحد في الكيان الصهيوني، هي معضلة حقيقية، لكنها أيضا قد تكون أداة للحل. بمعنى عندما يكون هنالك توزع لصنع القرار سيكون هناك تشتت، لكن عندما يكون هنالك شخص واحد، بمعنى أنه إذا وصل إلى قناعة بأنه لن يستطيع التقدم نحو أهدافه إلا بإبرام الصفقة فسوف يبرمها. نتنياهو يناور حتى اللحظة الأخيرة، يحاول أن يظهر لكن كأنه لم يتنازل عن يبدو شيء، بأن ويحاول العوامل التي توجه سلوك هذا الرجل ومواقفه ما تزال هي ثابتة، يعني سواء في الداخل أو في الخارج. لا أظن ذلك، لأن هنالك متغيرين رئيسيين من وجهة نظري. المتغير الأساسي من وجهة نظري أن الحرب في قطاع غزة قد شرفت على الانتهاء، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه سوف ينهي الحملة على رفح، وهذا يعني بلغة أخرى بأنه قد اجتاح قطاع غزة بشكل كامل، وأصبح هنالك استنفاد للهدف من الحملة العسكرية أو من الاجتياح البري، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية وهي الأهم من وجهة نظري، أن معضلة الحرب في شمال فلسطين والحرب مع المقاومة في جنوب لبنان، ورغم من الوساطة الأمريكية هوكستاين وغيره، ورغم كل ما حاولت إسرائيل من تهديدات وتلميحات وتهديدات مباشرة بأن سوف ترد على المقاومة بحرب شاملة، فإن ذلك لم يثني المقاومة عن المقاومة في جنوب لبنان، مقصود حزب الله، عن موقفها في أن تظل مستانده للمقاومه في قطاع غزه. وبالامس كان حديث الامين العام لحزب الله بانه لن تتوقف المقاومه في جنوب لبنان ما دامت هنالك حرب في قطاع غزه، وستتوقف مجرد وقف الحرب في قطاع غزه. هذان المتغيران، اننا قد امضينا 9 أشهر من الحرب، وان الحرب قد استنفذت اغراضها، وان الجيش ينسب من ناحيه، وعدم القدره على حل معضله الحرب في شمال فلسطين. طيب اظن هل نتنياهو هذا الذي يمسك بزمام الامور يأبه لكل هذه المواضيع، وضعيه الجيش الاسرائيلي، الذخيره، المعنويات، الجبهه الشماليه، التحديات الداخليه، هل يعني يلقي لها بالا في تقديرك؟ أم أن الموضوع مرتبط بمصالح شخصية فقط؟ القضية في تقديري بأنها مثل كأس الماء تتراكم فيه القطرات حتى يطفح، وهذه الأمور كلها مجتمعة قد تشكل دفعا باتجاه الذهاب باتجاه إبرام صفقة، لكن عامل واحد من هذه العامل لوحده لن ينفعه، الحراك الداخلي،
الحراك السياسي من الإقليم وكذلك من الولايات المتحدة، أيضا ما يحدث في شمال فلسطين، وأركز على شمال فلسطين لأنه حقيقة ما يضغط نتنياهو في الوقت الحالي هو شمال فلسطين. هو لا يستطيع أن يذهب إلى حرب شاملة لعدم وجود إمكانيات كافية لديه أو تأييد دولي وإقليمي لهذه الحرب، وخشية الانجرار إلى حرب شاملة. وأيضا هو يعرف بأن الحل مثل هذه المواجهات الموجودة في شمال فلسطين لن يكون إلا بتوقيع اتفاق، وهذا ما سيدفعه. أظن أن الظروف قد نضجت جدا لتوقيع الصفقة، وأن ما يتفوه به نتنياهو في الأيام الأخيرة هو شكل من أشكال الضغط وعض الأصابع ومحاولة الظهور بأنه لم يتنازل عن شيء. يعني وفق أي أرضية؟ هنا وسنرى في يجب أن ننظر أيضا إلى الجانب الآخر، عندما يقول نتنياهو بأنه مع صفقة تضمن لإسرائيل العودة للقتال في أي لحظة. يعني يجب أن ننظر أيضا إلى تفكير الطرف الآخر، هل سيقبل بهذه الشروط؟ هذه قضية لن يقبل بها أحد. لماذا؟ لأنه لن يستشير أحد في ذلك. عندما يوضع بند عام مثلا بأنه في حالة خرق أي طرف الهدنة أو الاتفاق فإن من حق الطرف الآخر أن يرد، هذا الطرف يخدم، هذا البند سيخدم المقاومة وكذلك سيخدم إسرائيل. صحيح أن المقاومة في الفترة كيف؟ القادمة قد تكون مشغولة بترميم قدراتها وأن تستعيد أنفاسها، وكذلك محاولة لملمة ما يحدث في قطاع غزة نتيجة الدمار الهائل والقتل الفظيع الذي حصل في قطاع غزة، لكن أيضا إسرائيل أيضا ستحتاج إلى أن تستعيد أنفاسها. لذلك هذا بند عام وهو ينطبق على الطرفين، وهو من وجهة نظري يريد نتنياهو أن يروجه للجمهور وكأنه قد احتفظ بحق استئناف الحرب. لكن هنا قد تكمن الخطورة، يعني تستعيد أنفاسها لكن هي موجودة على الأرض في قطاع غزة. فنحن نذهب إلى سيناريو واحد، يعني لا وجود لخيارات أخرى، هو سيناريو الاحتلال، البقاء الأمني، السيطرة الأمنية على قطاع غزة. وهذه القضية بالضبط هذه القضية في تحليلي أنه تدفع باتجاه الصفقة. لماذا؟ لأن إسرائيل لم تستطع أن تفرض شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة. إسرائيل كانت تراهن على أنها ستستطيع أن تستعين بإحدى الكيانات أو إحدى التشكيلات أو البنية المعينة من بنية اجتماعية عشائرية أو بنية تنظيمية معينة، كانت تراهن على ذلك لكنها لم تنجح وفشلت فشلا ذريعا. لم تجد أي جهة فلسطينية تتولى المسؤولية في قطاع غزة، وهنا لا تستطيع إسرائيل أن تحكم بشكل مباشر. إسرائيل ومن خلال تجربتها في الحكم العسكري سواء في 48 منذ 48 وحتى 66 في مناطق 48 وكذلك في الحكم العسكري من 67 في أراضي 67 وحتى قدوم السلطة الفلسطينية، كانت الاستراتيجية الإسرائيلية مبنية على ما يسمى في الدراسات الاستعمارية indirect rule أو الحكم غير مباشر. تكون إسرائيل هي المسؤولة بشكل عام، لكن الذي يدير تفاصيل الحياة اليومية هي مؤسسات عربية أو مؤسسات فلسطينية، بمعنى البلديات مثلا أو الهيئات العشائرية إلى آخره. لكن إسرائيل لم تكن تتدخل في تفاصيل الحياة اليومية، بمعنى أن البيروقراطية كانت من سكان البلد، وهذا لأن إسرائيل لا تريد أن تتدخل في دقائق الحياة اليومية، التعليم والصحة وغيرها وغير من هذه الاستنتاجات التي وصلت إليها إسرائيل بعد دراسات وبعد تجربة عملية وصلت إليها في كيفية إدارة الحكم العسكري. عندما أرادت أن تطبق الحكم العسكري في قطاع غزة واجهتها معضلتين: أولا هي تحتاج إلى قوة بشرية غير متوفرة الآن، قوة بشرية إسرائيلية، وثانيا لم تجد أي بنية اجتماعية تستند عليها في عملية إدارة السكان في قطاع غزة. لم تجد أي حكومة أو وطبيعة تشكيل المجتمع الفلسطيني ليس عشائري يعني في النهاية. بالضبط، هو يوجد عشائرية في قطاع غزة لكن ما يغلب عليها هي البنى التنظيمية والعشائر. بطبيعة الحال الجزء الكبير منها لهم يعني أفراد العشائر لهم انتماءات تنظيمية، لكن الموقف الوطني الموحد لجميع الفصائل نعم. العمل الفلسطيني الرافض للتعاون مع إسرائيل في عملية قطاع غزة أسقط في يد إسرائيل وجعلها في حيرة من أمرها ولا تعرف ماذا سوف تفعل في اليوم التالي. لذلك تلجأ إلى صيغ من أمثال صيغة قوات وهي دولية التي كانت وغيرها. هذه النقطة ربما هي سبب الخلاف بينما يعني الخلاف الذي تحدثنا عنه طويلا بين المؤسسة العسكرية والسياسية. لكن كان لافتا دكتور أشرف اليوم
حديث وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الأركان، لكن دون يعني إشارة إلى الموضوع المتعلق بالصفقة والأمور السياسية، وهذا أيضا يطرح الكثير من التساؤلات. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف بدر، أكاديمي وباحث في الشؤون الإسرائيلية، حدثنا من الخليل. إذا مشاهدين